للزراعية مباشر. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي مباشر. النهاردة احنا موجودين معاكم بنستكمل ما بدأناه من فترة طويلة من متابعة لمشاكل الفلاح المصري، من التواصل مع المسؤولين من أجل وضع حلول سريعة لكل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وأيضا الفلاح المصري. في بداية هذه الحلقة بنتكلم عن الأمن الحيوي أو الأمان الحيوي، الدور اللي هو المفروض يقوم بيه للحفاظ على الثروة الداجنة في مصر، كيف يمكن تطبيقه وإلى أي مدى يتم تطبيقه داخل هذا القطاع الهام، قطاع الثروة الداجنة. معايا على الهاتف الدكتور جهاد صلاح الدين، مسؤول الأمن الحيوي بالإدارة المركزية للطب الوقائي. برحب بحضرتك يا دكتور. دكتور جهاد. ايوه تؤمر يا باشا. بنرحب بحضرتك على شاشة مصر الزراعية. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. الأمن الحيوي هو في هذا التوقيت هام جدا، ويا ريت تشرح لنا أبسط وسائل الأمن الحيوي اللي نقدر نطبقها داخل المزارع علشان نحافظ على الثروة الداجنة. طيب تسمح لي بس اقول تعليق صغير على مقدمه حضرتك الجميله. هو في بس مشكله للاسف لغايه دلوقتي الناس مش قادره تستوعبها او تفهمها، ان الامن الحيوي هو الاساس في الوقايه من كافه الامراض. ايوه. حتى على المستوى الشخصي، يعني حتى احنا في البيوت لما بنجيب حتى الظهر ولا اكل المفروض ان الحاجات دي بتتغسل مظبوط وبتبقى يعني مش عايز اقول طهر لكن منظفه جيدا عشان ما تنقلش الامراض. ايوه. فالامن الحيوي من يعتبر هو خط الدفاع الاول، ان ما كانش الاول والاخير، في انك انت تقي نفسك جيدا من الامراض سواء على مستوى المزارع او سواء حتى في التربيه المنزليه. تمام. واخد بال حضرتك؟ هو الحاجه بسيطه جدا، احنا عندنا الامن الحيوي فيه نقط كتير قوي، ولكن احنا بنحاول نلخصهم في يعني زي ما بيقولوا ايه في المستوى او الحد الادنى لتطبيق الامن الحيوي. واخد بال حضرتك؟ اي يعني على المستوى حتى الشخصي او المزارع. رقم واحد ان احنا لابد ان لما يجي حد يخش موقع مزرعه او عشه في البيت او اي مكان، لازم ان هو يحدد لبس خاص، او احنا مش عايزين نقول لبس واقي، لكن لبس خاص عشان يخش هذا المكان يلبسه قبل ما يخش سواء مزرعه او حتى عشه في البيت. ايوه. بحيث ان هو ما ينقلش مرض من الخارج لهذا المكان. دي طبعا. رقم واحد. وبالتالي اللبس ده بيلبسه بيكون طبعا اهم حاجه فيه ان يكون في حذاء او شبشب او يعني حاجه يلبسها في رجليه عشان تبقى يعني الملابس اللي هيلبسها في المكان اللي بيربي فيه الدواجن ده ايا كان مزرعه او حظيره في منزل هي مخصصه للمكان ده، ما ينتقلش بيها لاي مزرعه ثانيه. ولا يخرج بيها لبره. تمام. يعني عشان برضه لو في مشكله في هذا المكان ما يدوروش لبره. تمام. دي حاجه. بالنسبه برضه يعني احنا بنقول دايما اللي يجي يخش مزرعه او عنبر او اللي يجي حتى في البيت تخش الحظيره لازم سواء دخلت وهي داخله او هي خارجه لازم تغسل، او الراجل حتى العامل يغسل ايديه بالميه والصابون عشان يمنع برضه التلوث اللي ممكن يتنقل معاه. الحاجه الثانيه لازم المكان اللي بتربى فيه الطيور سواء برضو عشه او عنبر لازم يكون مبني بصوره جيده تمنع دخول الطيور، يعني في شبابيك عليها سلك بيدخلها الهواء والشمس الطبيعي للمكان، عليه سلك يمنع دخول الطيور البريه او العصافير او يعني اي طيور مش مربات في المكان. لازم كمان ان المكان يكون محكم الغلق بحيث انه يمنع لي دخول اي حاجه زي القوارض او لو مثلا في مزرعه يمنع دخول اذا كان في كلاب او قطط، يعني يمنع اي حاجه جايه من الخارج للداخل. فيبقى لازم المكان يكون محكم لكن جيد التهويه وجيد يعني التعب اللي فيه تكون مناسبه للطيور اللي مربيه فيه. تمام. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه اذا كان في المزرعه بيبتدوا يخزنوا الاعلاف، لازم مخزن العلف يكون معد جيدا بحيث انه يكون جدرانه متمحره، في برضه تهويه جيده عشان ما يحصلش نوع من ارتفاع الرطوبه، محكم الغلق زي برضه نظام العنبر بحيث ان هي منع دخول الطيور او اي قوارض او اي حاجه، ولكن برضه مع تهويه جيده عشان برضه ما يحصلش النمو للفطريات والكلام من ده بالنسبه للعلف. وما يحصلش تلوث. برضه المفروض ان لو في بالنسبه للمزارع انا في حاجات كتير بتخش المزارع عن طريق العربيات، علف، معدات، اشخاص حتى
جايين يزوروا المزرعه، المفروض ان الزوار اولا يمنعوا اللي ما لهمش لازمه ما تخشوش جوه المزرعه من اساسه، والطياره اللي ما لهاش لازمه عندي ما تخشش. دي يعني الا بقى لو جايبه حاجه زي علف او يبقى لازم قبل ما تخش يتم تطهيرها وتعقيمها بمطهرات ومنظفات عشان ما تنقليش مشكله من بره للداخل. تمام. وبالتالي فدي برضو من ضمن الحاجات المهمه. اي معدات هتخش المكان لازم برضو قبل ما تخش العنبر لازم. طب انا عايز اسال سؤال مهم قوي. حضرتك مسؤول الامن الحيوي بالاداره المركزيه للطب الوقائي. الدور اللي بتقوم بيه ايه؟ علاقتك ايه بالمزارع؟ علاقتنا بالمزارع حضرتك احنا عندنا عده انشطه خاصه بالامن الحيوي. اول حاجه احنا في عندنا بيجي احيانا اللي هي بتيجي بيطلب مننا شهاده امن حيوي عشان المزارع يتم الحصول على الترخيص لها كترخيص تشغيل. تمام. فالمفروض ان بيجي لنا هذا الطلب عن طريق الوزاره، بتقوم لجان من عندنا بمعاينه المكان وتوجه الناس لو في نواقص او استكمالات اعملوا كذا واعملوا كذا، ولما بتستكمل بنديله شهاده امن حيوي وبناء عليها بياخد الترخيص. تمام. دي رقم واحد. في عندنا برضو امن حيوي ومعاينه امن حيوي لما يسمى بالمحجر البيطري للطيور. المحاجر دي بتبقى برضو في قلب المزارع، واخد سعادتك؟ ايوه. فالمفروض ان انا قبل ما اسمح بدخول الطيور اللي جايه مستورده لازم المكان ده برضو يتم معاينته انه صالح كمحجر من ناحيه الامن الحيوي. الحاجه الثانيه احنا بنعمل ندوات وورش عمل على مستوى المحافظات للساده مربي الدواجن واصحاب المزارع على اساس نفهمهم يعني ايه امن حيوي ونقول لهم ايه اللي ممكن يعملوه، ولكن طبعا مهما عملنا من عدد بيبقى قليل جدا. ساعات حضرتك عدد كبير ومحافظات كثيره فمهما كان المنتصف ما بتغطيش الكلام دوت. طب يا دكتور، ولكن بنحاول. دكتور جهاد، يعني على الارض عندي عدد كبير قوي من المزارع غير المرخصه، دي بتمثل لي مشكله، وايضا في نفس الوقت مهما انا بذلت من مجهود وفي مزارع مرخصه وفي مشاريع كبرى، المزارع الغير مرخصه هي بتصدر لي المشاكل والامراض على مدار العام. بنتعامل معاها ازاي الغير مرخص؟ طيب اسمح لي بس يعني اعدل في الحته اللي حضرتك بتقولها. ايوه. انا المشكله عندي المهم عندي مش المزرعه مرخصه ولا غير مرخصه. دي بالنسبه لي انا كطب بيطري. ايوه. واخد بال حضرتك؟ انا اللي يهمني ان المزرعه تطبق شروط الامن الحيوي. ان هي تلتزم بالاجراءات الوقائيه اللي تمنع دخول الامراض ليها عشان ما تحصلش مشاكل. تمام. واخد بال حضرتك؟ حته بقى مرخصه او مش مرخصه طبعا. اصل المشكله هنا في ايه؟ احنا نزلنا وصورنا اكثر من مره، لما نخش مزرعه غير مرخصه حضرتك شرحت عوامل التهويه السليمه داخل المزرعه، وفي نفس الوقت ان انا جيد محكم الغلق عشان ما ادخلش قوارض او حشرات. والله احنا كنا بنشوف مزارع قافل على الطيور في عز الحر في توقيت شديد الحراره من جميع الجهات، هو خايف تخش لها امراض، وعنده نسبه كبيره جدا في النفوق موجوده في المزرعه، ويبتدي يجمعها ويرميها او يلقيها على الطريق في الخارج، بالتالي هو صدر لي مشكله. الراجل ده هينقل الفيروسات اللي موجوده عنده كلها في الجو بره، من المحتمل ان انا جنبي مزارع اخرى هتخش لها الفيروسات دي والامراض دي. اللي حضرتك بتقول عليه دوت من ضمن اسس الامن الحيوي، ان انا ازاي اتخلص من الطيور النافئه. ايوه. واخد بال حضرتك؟ حكايه الغلق ومش الغلق ده معلش يعني ده بيبقى قولي جهل في اسلوب التربيه. فعلا. ايوه. ما هو هو يعني هو عامل عنبر وقاعد فيه واحد جو حر ويبقى اكله بدون ما يوفر له وسائل التبريد والتهويه، ده يبقى خطر من اسلوب التربيه مش امن حيوي. بس ده موجود يا فندم. بس ده موجود. لا ده موجود للاسف، فيه موجود، لكن انا بتكلم على حته النافق. النافق ده طبعا من اهم العوامل اللي ممكن لكنترول المرض. والمشكله ان حتى مش عايز اقول لحضرتك حتى المزارع المرخصه في منها كتير بيرمي النافق زي ما طب التخلص فيه. الامن منه يبقى ازاي يا دكتور؟ حضرتك احنا التخلص من النافق عندنا هنقول اربع طرق يعتبر هم المثاليين للتخلص من النافق. ايوه. اول طريقه ودي اسهل طريقه بنقول ان المزرعه لو ليها حرم يعني زي ما بنقولوا ايه ليها ارض حواليها تبع المزرعه، بنقول ان احسن حاجه لو في نافق احفر على عمق كافي وادفن النافق ده وحط جير حي وغطيه عشان ما حد ما يجيش كلاب او ثعالب او يعني ما يبقاش حاجه تيجي كلاب او قطط تحفر وتطلع النافق، فبنحط عليه الجير الحي وكمله، وده بيساعد ان هو برده يعني تمام. يبقى انا كده تحلل. ايوه قضيت عليه. دي اول حاجه. طيب لو مش متوفر الموضوع دوت في بقى في طرق ثانيه. في طريقه اللي احنا بنقول عليها اللي هي الحرق او
ماشي الحرق او دوت لازم عشان احرقه كويس لازم مش حكايه ان انا احط عليه شويه جاز ولا شويه بنزين واولع فيه وبقيت مشويت الفرخه من بره وسبتها. انا عشان احرق لازم احول هذا الطائر او اللي بحرقه لرماد، وعشان اعمل الكلام ده لازم يكون في محارق. أيوه. وفي مزارع وخصوصا في الشركات الكبيره جايبين محارق. أيوه. مشكله المحارق اولا التكلفه بتاعتها، ثانيا انها لازم تاخد موافقه البيئه عشان التلوث. تمام. فلابد اللي يعمل محارق يكون مطبق الشروط البيئيه الصح. تمام. نيجي للطريقة الثالثة، ودي أنا بعتبرها أسهل وأيسر الطرق وممكن تجيب دخل للناس، بس للأسف الناس ما هيش فاهمها كويس، اللي هي موضوع تحويل النافق عن طريق ما يسمى بالقمر الهوائي اللي احنا بنقول عليه كومبوستنج، يحوله لسماد عضوي آمن. وديت بيستخدم السادة اللي موجودة عنده، بيستخدم النافق، بيستخدم التبن اللي هو لسه ما تحولش السادة، في خلطة بتتعمل، وطبعا دي عايزه تتشرح عشان دي عايزه تتصور مش هتنفع بالكلام. دي بتاخد بالضبط في حدود 21 يوم بيتحول النافق اللي عنده والسبله الى سماد يقدر يبيعه ويقدر يستخدمه، ودي معروفه على مستوى العالم ومن الحاجات الكويسه جدا، وطبعا بتفيد اكثر لما لا قدر الله تكون المزرعه تعرضت لمشكله نافق كبيره. ايوه. في الحاله دي بدل ما يقفل ويجيب لودر ويجيب عمال لا، ده بيحاول الكلام ده كله لاستماد عضوي بيجيب له دخل. تمام. من ضمن الحاجات دي. الحاجه الرابعه ودي بقى انا بعتبرها صعبه شويه في مصر، اللي هو تحويل هذا النافق اللي بيسموها اعاده التدوير، انه بياخد هذا الكلام ويبتدي لمصانع، بس المفروض يتنقل بطريقه امنه، يبتدي ينقله لمصانع يصنعه عن طريقه بقى مركزات او خلافه، عن طريق في ظل وضعان في ظل وضع الصناعه دي في مصر هيبقى صعب جدا، لسه صعب وهيبقى في منه خطوره اكتر. الحاجه الاخيره بقى اللي هي دفن النافق اللي بيقولوا عليه في المدافن الصحيه، اللي هو ان في اماكن اللي هي بتاعت السمامه والبيمنت دي بيبقى ممكن بيدفن فيها النافق، بس المشكله هنا انا لما بروح ارمي النافق ده هنقله ازاي؟ لازم اكون حاطه في كيس مغلق عليه جيدا، وانا بحضرش عليه مطهر عشان وانا ماشي ما يبقاش النافق ما مشيش انشر الفيروسات اللي موجوده فيه دي وتبقى موجوده في الهواء، فلازم تبقى محطوط في اكياس او في شكائر محكمه الغلق مفيش اي تسرب منها. انا بشكر حضرتك يا فندم الدكتور جهاد صلاح الدين، مسؤول الامن الحيوي والاداره المركزيه للطب الوقائي.